في هاي. قناة النادي الأهلي وفي سهرة معه، بنبدأ بحياتك هاي. كرة القدم. زكريا نصف، لأن دائما ما بيتعلم النشأ من سيرة الكبار. لما حضرتك تتكلم على نشأتك من وانت صغير، ناس كتيرة جدا اللي بتتفرج علينا هتعرف ان اولادها ممكن في يوم من الايام يبقوا زي زكريا نصف. طيب البداية أسرتي يعني أبويا أهلاوي وأخواتي طبعا أهلاوية، فالبيت كان بيت أهلاوي 100%. بدأنا، أنا اتولدت في الزمالك هنا في منطقة الزمالك، وبعدين نقلنا مصر الجديدة. فكان اللعب في مصر الجديدة في الشارع مع أخواتي الكبار، فرق 7 سنين 8 سنين، فأنا بروح معاهم بقى أعمل الطوب عشان جول يتعمل، نروح خرابة نعملها نسويها ونجيب جير عشان نخططه، فأنا كنت ماشي كده معاهم. بدأت ألعب بقى معاهم في الشارع. خلاص دخلت على 10 سنين الأهلي، جوايا الأهلي، هم يقولوا لي أنت ينفع تلعب في الأهلي، فتروح اختبارات. فوالدي خدني ورحنا وبدأنا الاختبارات، وأقرب واحد كان معايا في الاختبارات كان حسام البدري، كنت أنا وهو والله، وتعرفنا ببعض في الاختبارات دي مع بعض في نفس في نفس اليوم في نفس اليوم، وحصل ان احنا يختبرونا وبعدين يقولوا لنا اقعدوا، فنقعد، وبعدين يقولوا لنا انزلوا تاني حوالي 3 أو 4 مرات. لدرجه قلت له انت اسمك ايه؟ قال لي حسام زكريا. تعرفنا ببعض. هم بيعملوا فينا ايه؟ بنقول لبعض ايه اللي بيحصل؟ هو كل ده مش يعني ما ياخدوا قرار بقى يعني يا نمشي. المهم سألناهم هو في ايه؟ قالوا لنا لا، انتوا اتخذتوا من اول اختبار وبنكمل معاكم، بنشوف المستويات معاكم. هتخشوا انهي مستوى؟ خلاص طبعا فرحنا وجرينا. بدأنا مدرسه الكوره بقى مع الكابتن. مين تفتكر مين يا كابتن اللي كانوا مع اللي بيشوفوا حضرتك في الاختبارات؟ كابتن فتحي نصير وقتها، كابتن سامي واقف.